بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين ورحمه الله تعالى ورضوانه على الصحب الكرام الميامين السلام عليكم مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه كربلاء الفضائيه ورحمه الله تعالى وبركاته نحييكم اطيب التحيه ونلتقيكم في حلقه جديده من برنامج افلا يتدبرون القران عنوان حلقتنا لهذا اليوم قصة زكريا ويحيى عليهما السلام حيث نبدأ من آخر آية أو آيتين من سورة الكهف ثم ندخل في سورة مريم عليه السلام أيضا أعزيكم وعزي عالمنا الإسلامي ومراجعنا العظام الكرام وقبل ذلك صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف به قرب حلول أربعينيات سيد الشهداء وأبي الضيم وأبي الأحرار الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب صلى الله تعالى عليهم أجمعين إذا نبدأ مشاهدين الكرام بقوله تعالى قل لو كان البحر مدادا وهي الآية التاسعة بعد المئة من سورة الكهف ثم ندخل في سورة مريم إن شاء الله تعالى <applause> اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا بسم الله الرحمن الرحيم ك ذلك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا واني خفت الموالي من وراء وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعل ربي رضيا. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام توقفنا في الحلقة الماضية عند قول الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر بالدال لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وهذا كقوله تعالى في سوره لقمان عليه السلام أه ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله اصل هذا الموضوع قيل أه ان رجلا يقال له حي ابن ابن اخطب جاء الى النبي طبعا ظهر انه من اليهود جاء الى النبي صلى الله عليه واله وقال له تاره تقرا في القران تقول لنا يعني نحن وما اوتيتم من العلم الا قليلا تذكر باننا ما اوتينا من العلم الا قليلا في قصة الروح يسألون لأن اليهود كانوا يرسلون جماعة من العرب ويقولون اسألوا ابن أخيكم هذا العربي الذي يدعي النبوة صلى الله عليه وآله وكما ذكرنا سابقا فإن أجابكم عن هذا السؤال ولم يجب عن هذا السؤال أو بالعكس فهو نبي وإلا فقاتلوه فمن جملة ما سألوه سألوا عن الروح كما في سورة الإسراء ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيتم من العلم إلا قليلا فتارة طبعا أذكركم مشان الكرام بأن عنوان حلقتنا لهذا اليوم هو قصة زكريا ويحيى عليهما السلام فاستمعوا إلى هذا ثم استمعوا إلى ما في سورة آه عفوا إلى ما في سورة البقرة يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا قالوا فجاء حي بن أخطب قال تارة تقول لنا بأننا ما أوتينا من العلم إلا قليلا وتارة أخرى تقول ومن يؤتي الحكمة عن في قرآنك ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا طيب كيف نوفق بين الخير الكثير وبين انه ما أتينا من العلم الا قليلا، فنزل قوله تعالى هنا في سوره الكهف اواخرها وفي سوره لقمان عليه السلام، فهنا يقول تعالى: قل لهم يا محمد صلى الله عليه واله قل لو كان البحر مدادا، المداد له معاني كثيرة وهو في اللغة الشيء المتصل الذي يمد بعضه بعضا يقال له مداد ولأن الحبر متصل يعني تكتب الحرف الكلمة والحبر مستمر يتصل معك فتستطيع أن تكمل الكلمة فيقال له مداد والمصدر مددا مده يمده مددا وقرئ مدادا قل لو كان البحر هذا البحر الذي ترونه لا لا يرى جانبه من كثرة الماء يعني لا يمتاز عفوا جانبه عن وسطه بحيث كله ماء فهذا يقال له بحر لسعته وبه يشبه الرجل العالم يقال كان بحرا في العلم فلو أن هذا البحر الذي ترونه من أوله إلى أخره يكون حبرا يعني مداد العلم مداد الكلمات يكون حبرا ويكتب به كلمات الله لنفد ماء البحر لنفد البحر يعني بماء قبل أن تنفد كلمات الله قبل أن تنفد كلمات ربي لا يكفي لها ولو جئنا بمثله مددا وقرئ مدادا ولو جئنا بمثله مددا وفي سوره لقمان عليه السلام بينها القران الكريم قال ولو انما في الارض من شجره اقلام يتحول كل شجر الارض الى اقلام للكتابه اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ليس البحر ليس بحرا واحدا بل ياتي بعده سبعه معه يعني سبعه ابحر كلها تصبح مدادا للكتابه واشجار الارض جميعا تتحول الى اقلام لا كل ذلك وما نفدت كلمات الله ولو انما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله بالدال يعني ما تنتهي فبين ان المقصود لا المقصود كلمات الله المقصود في القران لا الله سبحانه وتعالى قادر على ان يوحي ويؤتي من الحكم ومن الـ 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 الوحي ما لا تكفي البحار لكتابته ولذا قال رسول الله صلى الله عليه واله اوتيت الكتاب ومثله معه وأوتيت علم ما كان وعلم ما بقي إلى قيام الساعة والقرآن بما هو القرآن لا يحتاج إلى حتى قنينة من الحبر لكن ما بين السطور لماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله أنا مدينة العلم وعلي بابها ومن أراد المدينة فليأتها من بابها مدينة والمدينة إشارة إلى الضخامة وإلى التنوع وإلى كثرة العلوم ولها باب لا يفهم هذه المدينة بعد إلا علي صلوات الله عليه وأولادهم من بعده فمن أراد المدينة والعلم والعلم والحكمة فليأتها من بابها من هذا المكان يعني من جهة علي صلوات الله عليه يعني ثم يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي بصفة المادية التي ترونها أنا بشر مثلكم آكل وأشرب وأنام وأمرض وأمشي في الأسواق وأتزوج النساء أنا بشر عندي جنب بشرية لكن ميزتي عنكم اني يوحى الي، ما معنى يوحى الي؟ اي انني متصل بالله تعالى عن طريق الوحي. اتصالي بالله انني رسول الله، انني بعين الله، انني موفد من الله تعالى اليكم، وان الملك ينزل علي بين الحين والاخر، والملائكه وانا عباره عن وحي يتحرك على الارض. فهذا الذي يفرقني عنكم فلا تعاملوني مجرد انني بشر لا وتغفلوا الجنبه الوحيانيه التي عندي ولذا قال تعالى في اوائل سوره الحجرات يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي صوت النبي يعني مجازا هو صوت الله لانه يتكلم بكلام الله، يتكلم بما يريد الله سبحانه وتعالى ان يصل الى عباده وما يريد الله تعالى من عباده ان يفعلوه وما يريد ان ينتهوا عنه. فهذا الصوت يعني مثل يد الله فوق ايديهم، هي يد رسول يد رسول الله صلى الله عليه واله، ان الذين يبايعونك، طيب النبي يضع يده فوق ايديهم صلى الله عليه واله في سوره الفتح. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم عليهم ان يعلموا ان هذه اليد تمثل الله سبحانه وتعالى وان الذي يبايعك هو مبايع لله فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما من هذا القبيل لانه من يطع الرسول فقد اطاع الله. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي، لكن ماذا يوحى اليك يا رسول الله صلى الله عليه واله؟ من اهم ما يوحى اليه انما الهكم اله واحد، ان المستحق للعباده، ان المعبود المستحق للعباده دون غيره هو الله سبحانه وتعالى. وكل ما عبد من دونه فعبادته فالعباده باطله. وصاحبها كافر. والمقصود بالعبادة أنك تتوجه إليه تكون نيتك في صلاتك إليه وفي صومك إليه وفي آه سائر طاعاتك أنه هو الرب هذا لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى وحده وأما أن تتوسل إلى الله تعالى بالقرآن الكريم بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله بالأئمة الأطهار صلى الله عليه أجمعين بملائكة الله المقربين بسائر أنبيائه وأوليائه فهذا مباح وفعله المسلمون أيام رسول الله صلى الله عليه واله إلى أن ظهرت حركة خبيثة للامويين بقيادة الحجاج الذي كان واليا لهم وتبناها ابن تيمية ثم تبناها محمد بن عبد الوهاب وهي باطلة أن محمدا مات وأن عصاي أو عصاتي خير من محمد ومن هذا القبيل، لا ولأن الله, تعقى الله تعالى قال وابتغوا إليه الوسيلة، يعني الله يقول ونحن نرد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وفي موضع آخر قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب؟ مثلا أنتم تعبدون عيسى عليه السلام عيسى يتوسل إلى الله بمن هو أقرب إلى الله منه يبتغون إلى ربهم الوسيل أنا لا أدري هؤلاء حمقى وإلا كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم لا يصل إلى قلوبهم من الترقوة إلى الخارج يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم يقول لا هذا الشرك انا انا ما توسلت بهذا طلبت منه بل جعلته وسيلتي الى الله شفيعي الى الله ما الفرق بين الشفاعه في الاخره والشفاعه في الدنيا الم تجمع على ان معنى قوله تعالى ولا سوف يعطيك ربك فترضى انه اعطاه الشفاعه صلى الله عليه واله الم يقول تعالى الا من بعد وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إذا يأذن الله تعالى البعض أن يشفعوا ويرضى شفاعة ويرتضي شفاعتهم ما الفرق هذه هناك نتوسل إلى الله بالشفعاء وهنا نتوسل إلى الله تعالى بهم هناك لكي يغفر لنا ويتجاوز عن سيئاتنا وهنا أن يقضي حاجاتنا على حال قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد لا اله الا هو بمعنى لا معبود الا هو تبارك وتعالى واما ما عبد من دونه وسمي الها او الهه فبالباطل لا بالحق. فمن كان يرجو لقاء ربه ذهب بعض المفسرين الى ان معنى يرجو يامل وذهب البعض الآخر إلى أن معنى يرجو يخاف وهو الأقوى آآ لأنه آآ يأتي من معاني الرجاء الخوف يخاف فمن كان يرجو لقاء ربه يعني فمن كان يخاف ذلك اليوم إنا نخاف من, رب من ربنا يوما عبوسا قمطريرا وهم اهل البيت عليهم السلام الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لما كانوا يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ذلك اليوم الشديد فمن كان يرجو لقاء ربه مثل مثل ما في أواخر سورة النازعات وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ومن قال إنه يرجو يعني يأمل ويرجوه يريده يعني لأن بعض الناس لا يريد أن يلقى الله بدليل أنه يتمنى أن يطول بقاؤه في الدنيا بعكس أولياء الله فإنهم يسرعون في لقاء الله يريدون أن يقتلوا في سبيل الله أو يدعون الله بأن يعجل لهم بالموت حتى يلقوا ربهم يحبون اللقاء يرجونه يريدونه فهذا لا بأس به أيضا رأي جيد وسديد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا لأنه ليس كل عمل مقبول شرط أن يكون صالحا شرط العمل الصلاح فليعمل طبعا اللام لام الامر فالفعل مجزوم بالسكون فليع علامه السكون فليعمل هو يعني هذا الذي يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا عملا اما مفعول به ليعمل واما مصدر مصدر للفعل يعمل وصالحا على كلتا الحالين او كلا الاعرابين صفه لعمل. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك أيضا معطوف مجزوم بعبادة ربه أحدا فيها وجوه باختصار الوجه الاول انه لا يشرك في النية ومن ذلك الرياء لأن طلب الرياء ان يراه لكي يراه الناس ولكي يمتدحوه هذا شرك انت يجب يجب الاخلاص في النية وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين أنا لا أريد إرضاء زيد أو عمرو أو حتى يقال عني لا أريد الله تعالى وحده يراني ويقبل عملي أما الناس نظروا إلي أم لم ينظروا فهذا لا يعنيني لا يعنيني ولذلك لما مر أبو حنيفة يوما بالإمام الصادق عليه السلام وكان شابا في صباه الاول في شبابه الاول صلوات الله عليه يصلي والناس يجوزون من امامه قريبا منه فذهب الى ابيه الباقر عليه السلام وقال له ان ابنك جعفر يصلي والناس يجوزون من امامه لان اخواننا الى اليوم عندهم تقطع صلاتي لا تمر من امامي فقال الامام الباقر عليه السلام هلم بنا اليه، فجاء إلي فقال يا بني ان ابا حنيفه يقول راك تصلي طبعا الامام الباقر يعرف لكن يريد ان يريد الامام هو يجيب ابا حنيفه يريد الامام جعفر عليه السلام قال يا بني ان ابا حنيفه يقول انه راك تصلي والناس يمرون يجوزون من امامك قريبا منك قال نعم يا ابا قال وضح كيف قال يا أبت لأن الذي أصلي إليه أقرب إلي منهم أبو حنيفة يظن أن المسألة خلص الصلاة انقطع البث إذا مر المار من أمامك انقطع البث والاتصال بينك وبين الله الإمام يقول لا إن الله الذي أصلي إليه أقرب إلي من هؤلاء المارين من أمامي هو أقرب إلي من حبل الوريد هو, هو يحول بين المرء وقلبه فيجب ان تصلي وانت متصل بالله تعالى، وتعلم ان العمل خالصا له، ولا يشرك بعباده ربه احدا، وروي ان الامام احد الائمه لعله الكاظم او الرضا عليه السلام، الامام الكاظم او الصادق وكلهم واحد، صلوات الله عليه. اراد مولاه يعني غلامه ان يساعده في الوضوء، قال قال انا 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 اضع الماء على يديك. قال لا وتلا قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد يقول يجب أن أتولى العبادة بنفسي صوما كانت صلاة وضوءا أي شيء ما دمت قادرا عليه أنا أتولى وأما أن أشرك أحدا هذا أحد وجوه هذه الآية أن أشرك أحدا يعينني على صيامي وعلى صلاتي وعلى لا ما دمت قادرا فلا أشرك أحدا هذا أيضا أحد وجوه التفسير ولا يشرك بعبادة ربه أحد أحدا مفعول به ليشرك إن شاء الله بعد الفاصل مشاهدينا الكرام نبدأ بسورة مريم عليه السلام وهي تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم كاف هاي عين صاد و سوره سوره مريم مكيه نزلت بمكه المكرمه وهي عند عموم القراء 98 ايه الا ابن كثير المكي وبعض المدنيين غير نافع عندهم 99 ايه بعد الفاصل ان شاء الله تعالى اذكر لكم بعض التفاصيل فيما يسمح به الوقت تابعونا مشاهدينا الكرام بعد فاصل قصير عن الصادق عليه السلام وقوله تعالى لينصرنه الله يعني بالقائم المهدي من ولي مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد تظهر لكم الان الارقام على الشاشه بامكانكم ان تتواصلوا معنا اما بسم الله الرحمن الرحيم وهو اول ايه في سوره مريم عليه السلام فقد سبق الحديث وساوجز لكم شيئا من البسمله وهي تتكرر لكن في كل سوره لها معنى اجمالي يتناسب مع نفس السوره ولذلك في سوره براءه لم تاتي ايه بسم الله الرحمن الرحيم لماذا؟ لانه البسملة تتناسب مع اوائل السوره وسائر المضمون واوائل سوره براءه لا تناسبها الرحمه الرحمانيه الرحيميه التي سبق الحديث عنها فيما مضى لانه براءه ومعنى البراءه يعني قطع الصله تماما وان هؤلاء اذا تبرأ الله تعالى منهم ورسوله صلى الله عليه واله بعد تلك الصله التي اوجدها الله تعالى بين العبد وبين ربه قطعت بينهم وبالتالي خلص يتركون وشأنهم حتى المنافقون جاءت البسمله في سوره المنافقين بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاءك المنافق لماذا لانه يوجد امل ان يتوب من يتوب منهم لكن هؤلاء الذين في كل مره ياتون بالعهود والمواثيق ثم ينقضون عهدهم في كل مره يعني يلعبون يتخذون العهد مع الله سبحانه وتعالى لعبا وعبثا هكذا فلذلك استحقوا البراءة فما نزلت آية البسملة وهذا وحده دليل قاطع على أن البسملة آية من القرآن الكريم، وإلا إذا كانت هكذا تكتب فلتكتب في سورة براءة، لماذا لم تنزل معها؟ إذا كانت البسملة إشارة إلى نهاية سورة وبداية سورة فقط، فلماذا لم تأتي أيضاً كإشارة في سورة براءة؟ لا، البسملة آية من كل مع سورة باستثناء سورة براءة مع احترام للأراء الأخرى لكن هذا الذي ثبت لي بعد تمحيص وتدقيق وهو الرأي ليس لي فقط قال به الإمام الخوئي قدس سره الشريف وقبله الزمخشري روى أنه من ترك بسم الله الرحمن الرحيم فقد ترك مئة وثلاثة عشرة آية من القرآن الكريم ولذلك هي في بسم الله الرحمن الرحيم آية في سورة الحمد هي آية بالإجماع نعم من معنا من السماوة فراس من السماوة تفضلوا عليكم السلام تفضلوا حياكم الله فراس تفضلوا فراس فراس تفضل أيه. يا عليكم دكتور عليكم السلام حياكم الله السلام عليكم دكتور اسمعني من الهاتف دكتورك اسمعني من الهاتف دكتور من العزيز ولا زحمانيك خذ سؤال بلي تفضل يعني هي. هالايام هذه الايام دكتور دكتور, دكتور. بس اسمعني بس اسمعني فراس دكتور اكو ايام حركه بلي اي اسمعنا من الهاتف اسمعنا من الهاتف ارجو من الاخ فراس ومن سائر الاخوه المتصلين ان يسمعوني من الهاتف لان اذا من التلفاز يصير اكثر من صوت وهذا مشكله اسمعني من الهاتف بعد ذلك ارجع الى التلفاز ان شاء الله يعاود الاتصال الاخ فراس ولأن البسمله ثبتت انها بسمله في سوره الحمد لأن الله تعالى نص على انها سبع آيات ولقد آتيناك سبعا من المثاني ف وما الفرق بين سوره الحمد وسائر السور؟ الاخ حسين من كربلاء تفضلوا الاخ ابو حسين عليكم. ابو حسين تفضلوا عليكم السلام, السلام ورحمه الله الله يوفقكم وعظم الله اجرنا واجركم الامام حسين الدكتور الأربعينين. سلام الله عليه تفضلوا ابو حسين الله يوفقكم دكتور أردت سؤال عندي نعم وهمت به وهم بها نعم لولا ان راى برهان ربه شنو برهان رب. ماذا راى يوسف وما م. كان هم يوسف هل كان, كان همها إن يعني شاء الله. في راي نسمع يقول كان امه يعني حاول ابعادها او عدم الوقوع في الفاحشه او كان يفكر في الفاحشه مع جل احترام لحضرتك ان شاء الله ان شاء الله حياك ان شاء الله والراب برهان ربه ما هو برهان ربه؟ ان شاء الله ان شاء الله ماذا راى؟ ان شاء الله حياك الله خير حياكم الله شكرا لكم الاخ ابو علي من واسط تفضلوا السلام عليكم عليكم السلام ابو علي تفضلوا 90 آية نعم. آه وأن منكم إلا واردها قال على ربك عقلا المغضية نعم. إن شاء الله وصل السؤال حياك الله. وصل السؤال شكرا لكم. فإن قال قائل إذا ما الفرق بين بسملة سورة الحمد وسورة البقرة وسائر السور باستثناء سورة براءة نفس الألفاظ تتكرر يقال له تتكرر الألفاظ في السورة الواحدة فبأي آلاء ربكما تكذبان تكررت إحدى وثلاثين مرة في سورة واحدة في سورة الرحمن وتكرر قوله تعالى فكيف كان عذابي ونذر فهل من مدكر في سورة القمر مرارا تكررا وهكذا لأنها بحسب ما يكون قبلها أو ما يكون بعدها فبسملة الحمد وإن كانت نفس الألفاظ مع بسملة سورة البقرة يختلف يختلف هناك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هنا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هنا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ولعل بعض من ذهب إلى طبعا إذا ثبتت رواية عن المعصوم عليه السلام أنها آية أو أنها ليست بآية قول المعصوم لا نقاش فيه يجب التسليم له لكن أما إذا مجرد آراء لا فلنا أن نناقش قالوا نعم شخص يكتب رسالة يقول بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا أما وجوبها في الصلاة فلأن لا لأنها من القرآن مع أن عبارة سماحة السيد السستاني المرجع إلى أعلى حفظه الله تعالى في الجمع بين سورتي الضحى والشرح يقول والبسملة التي بينهما يعني البسملة الموجودة في القرآن وهذا نعم الأخ أحمد تفضل تفضلوا اخ احمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله تفضل أنا بالنسبه لي عندي سؤال نعم تفضل الو دكتور تفضل تفضل دكتور اكو حركه بال, بال... بالس... بالسوشيال ميديا بأنه علي بن ابي طالب هو خالق السماوات أه. هو خالق كل شيء انت فر... أنت... يعني انت فراس انت فراس ام احمد فراس؟ نعم حياك الله فراس حياك الله آه. وصل وصل المطلب حياك الله وصل المطلب حياكم الله حياكم الله وصل المطلب شكرا لكم ان شاء الله بعد قليل نبدا بالاجابه وان شاء الله تعالى نكمل في موضوع ان البسمله آيه او غير آيه تكرر ان لكن هي آيه من كل سوره عدا براءة وآيه وبعض آيه في سوره النمل لأنه في سوره النمل تبدأ بالبسملة وفي داخل السوره في كتاب سليمان عليه السلام الى بلقيس وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين بل عندنا في الروايه إن أعظم آيتين في القرآن الكريم البسملة وآية الكرسي. الأخ أبو أحمد من أمريكا تفضلوا. لا. سلام. أبو أحمد تفضلوا عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حلو. تفضلوا أبو أحمد أسمعك. دكتور ممكن سؤال على مود مفهوم الرجعة هل هناك آيات في القرآن تدل على الرجعة؟ حياكم الله شكرا لكم. شكرا لكم، نعم. أما كاف هاي عين صاد فهي موضوعها بالجملة كموضوع سعر الأحرف المقطعة وباختصار قيل هي إشارة إلى عجز العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن مع أن القرآن الكريم مؤلف من حروفهم ألف لام ميم ألف لام راء ألف لام ميم راء كاف هيا عين صاد قاف صاد نون وهكذا ف من بابل الاخ ابو مصطفى تفضلوا السلام عليكم صلاة دكتور حياكم الله ابو مصطفى مرحبا دكتور صوت براعه ما بها بسمله اذا قراناها وصلنا للنص وثاني بنكملها نقول بسمله لا بدون بسمله نسميها بدون البسمله من البدايه دكتور من اولها يعني؟ يعني مثل ما قريتها ومن الصدم لا اكملها اما يعني من اول السوره لو من وسطها من لا من وسط السوره من وسط السوره بل ابتداء من الايه الثانيه لك ان تاتي بالبسمله يعني اه نعم, فقط فقط البدايه لا يجوز نعم هذا هو المنشور نعم حياكم الله حياكم الله بارك الله فيكم الاخ عامر من بابل السلام عليكم دكتورنا العزيز. عليكم حبيث. السلام حياكم الله عامر تفضلوا. الله يحييكم عظم الله لكم الاجر ان شاء الله. الله فيكم، الله يحفظكم. الله يحفظكم. عندي لدي سؤالان او سؤالين نعم. دكتورنا اتفعل. العزيز، السؤال اتفعل. الاول يقول الاعجاز العلمي في القران الكريم، م. لماذا لم يكتشف من قبل المسلمين؟ نعم. يعني مثل تكوين الجنين، يعني مراحله، لماذا اكتشف من قبل آه الغرب؟ هذا السؤال الاول، السؤال الثاني البسمة نعم. في سوره الفاتحه، هل هي ايه يعني أصلية إذا كانت آية من ضمن السورة لازم نكرر بسم الله الرحمن الرحيم يعني كبداية القرآن وجزاكم الله خير جزاء المحسنين. شكراً حياكم, حياكم الله حياكم الله. نعم نبدأ بالإجابة وإذا بقي وقت نستقبل إن شاء الله اتصالات أخرى حتى يسعفنا الوقت آه الأخ فراس هذه الحركة أخي الكريم الذي وهم جماعة ظهروا في الآونة الأخيرة يقول مثلا والصلاة والسلام على علي خالق القرآن أو عفوا على علي خالق السماوات والأرض أو هو ذات الله أو هذا أولا شرك صريح ثانيا هذا ليس من مذهب أهل البيت عليهم السلام في شيء جملة وتفصيلا شوف اخي الكريم اريد ان اختصر لكم الكلام كيف تعرف ان هذا لا يريد وجه الله؟ اولا لم لا يسلم منه لا مرجع ولا عالم ولا السيد محمد باقر الصدر عندهم مقبول ولا الشيخ الوالي عندهم مقبول ولا السيد الخوئي ولا السيد السستاني ولا فلان ولا فلان وهم شرذمه يمتلكون بعض الادوات يقنعون الناس بها انهم هم اهل العلم علي بن ابي طالب عليه السلام لما قال له رجل افنبي انت؟ قال صلوات الله عليه ويحك انا عبد من عبيد محمد صلى الله عليه واله يعني حتى لا تثار طبعا هو يعلم انه نفس رسول الله صنوه يا علي أنا وأنت من شجرة واحدة والناس من شجر شتى القرآن الكريم يقول أنفسنا وأنفسكم أن النبي صلى الله عليه وآله يقول أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي, لا نبي بعدي أنت أخي في الدنيا والآخرة وقد خالط الإيمان دمك ولحمك كما خالط الإيمان دمي ولحمي أنت مني وأنا منك إلى غير ذلك لكن حتى لا تثار شبهة أن هناك نبوة بعد نبوة الخاتم صلى الله عليه وآله انظر كيف انتفض الإمام صلوات الله عليه وقال ويحك أنا عبد من عبيد محمد فكيف, فكيف لو قال له هذا القائل أنت خلقت السماوات والأرض طيب الله سبحانه وتعالى ماذا كان يفعل وأين الإشارة إلى مثل هذا هل يوجد قرآن يشير إلى مثل هذا فليذكره أو روايات عنهم صلوات الله عليهم يعني وهم القائلون نزهون عن الربوبية يعني عن صفات الخالق سبحانه وتعالى وقولوا فينا ما شئتم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وإن شاء الله في الحلقات القادمة أذكر لك تفصيل الوقت ضيق الأخ أبو حسين من كربلاء المقدسة وهم بها لولا ان راى برهان سواء فسرنا الهم بانه بطبعه البشري مال اليها باغرائها او فسرنا انه اراد ان يدفعها ولو قتلها ليخلصها آه يعني يخلص ليخلص نفسه منها لانها اعترفت بعد ذلك قالت في القران الكريم كما نقل عنها وانا راودته عن نفسي فاستعصم فاستعصم، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسي فاستعصم. يعني امتنع امتناعا شديدا وامام الملك قالت امراه قالت امراه العزيز الان حصحص الحق انا راودته عن نفسي وانه لمن الصادقين، فقولا واحدا لكن مهما قيل في هم بها وجود لولا لولا حرف امتناع الامتناع تقول لولا زيد لوقعت في البئر اذا معناه لم اقع في البئر لوجود زيد حرف امتناع لوجود فبوجود البرهان لم يهم بها آه او لم يهم بها اطلاقا سواء كان البرهان هو العصمه أو رأى منفذا أنه رأى أراه, أراه الله تعالى أن الباب بدأ ينفتح الباب أمامه شيئا فشيئا أو أراه شيئا يذكره بأنه نبي معصوم النتيجة لولا حرف امتناع لوجود امتنع الهم لوجود البرهان فقد امتنع أن يهم بها امتناعا قطعيا أكتفي بهذا الوقت الضيق نعم الظاهر ان الوقت انتهى للاسف الشديد بقي عندنا الاخ ابو علي من واسط الا واردها ولها تعود الى جهنم ان شاء الله تعالى في الحلقه القادمه والاخ ابو احمد من امريكا في قضيه الرجعه في القران الكريم الاخ ابو مصطفى نعم اجبته في قضيه نعم ولكن الافضل العشر الأول لانها جميعا يعني الى قوله تعالى واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسول التي بعث بها عليا صلوات الله عليه وقراها على الناس لان جبريل عليه السلام قال له يا رسول الله انه لا يؤدي عنك الا انت او علي الافضل هذه لا تقرا معها بس لان كل لان الايات العشر الاول في اجواء البراءه اما بعد ذلك من اين تبدا فلك ان تاتي بالبسمله ايضا الاخ عامر له من باب له سؤالان ان شاء الله تعالى في الحلقه القادمه ولعله بعد زياره الأربعين بسبب انشغال بالبث وازدحام الطرق شكرا لكم مشاهدينا الكرام نلتقيكم ان شاء الله تعالى في الحلقات القادمه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته